بنت العميد اليوم تدخل حضرة قدسية تزهو بنور عفافها. التكليف هو اليوم اللي يلبسون به البنات الحجاب واللي يصلون الصلاة بأوقاتها ويمتنعون من الصوت العالي يعني قدام ولد أو رجال. اليوم يوم التكليف، اليوم اللي راح نبدي نصلي بيه ونصوم وراح نسوي الأشياء اللي الله قايلنا عليها. اليوم تكليفي وأنا سعيد. إحنا إذا صلينا وصمنا والتزمنا بصلاتنا، الله سبحانه وتعالى راح يدخلنا الجنة ونقتدي بأهل البيت عليهم السلام. أتعهد أمام مدرستي وأمام ولي أمري أن أحافظ على شرف تكليفي. عاهد صاحب العصر والزمان أن نلتزم بالحجاب. أنا أعتقد أنه أنا بحجابي لو بتكليفي أنه أفرح فاطمة الزهراء والسيدة زينب عليها السلام.